يا جدعان، ما احتراما لجماهير برشلونه ومشاعرهم، ما تدوا الدوري الراجل ونخلص برضه. يعني الراجل هيعمل اكتر من كده علشان خاطر يتعصر؟ يعني الراجل بيبدا بخامس وبيبدا بجاريس بيل وكمان معاهم اسكو، وسبحان الله ما بيتعصرش. طب هيتعصر امتى بقى؟ لا احنا الله يا جماعه، ادوا له الدوري ونخلص، بدل ما احنا قاعدين نحرق دمنا وبنشجع ختافي، واحتمال كمان نشجع غرناطه ونشجع لجاريس على اساس ان هما الاثنين هيعرفوا يعملوا حاجه قدام ريال مدريد. يا خراش، ده احنا ضايعين خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. مبدئيا وقبل اي حاجه، انا عايز اقول لك مبروك يا صديقي انك وصلت بفارق 4 نقط ما بينك وبين برشلونه. ومش عايز كمان اقول لك حاجه، ما تتفاجئش ان جمهور برشلونه كان بيشجع ختافي، وما تتفاجئش كمان ان هو يشجع غرناطه، وما تتفاجئش كمان ان هو يشجع لجانس. والمشكله مش كده، المشكله كمان انك لو انت اتعثرت وحصلت معجزه ما، هو برضه هيتعثر ويقول لك والله ما ينفع يا بقى، خد الدوري، الدوري ده حلال ليك. ليه؟ لان منظومه برشلونه مش محتاجه ان ريال مدريد يتعادل مع ختافي علشان خاطر برشلونه ياخد الدوري، بس ريال مدريد محتاج ان هو يفضل يكسب علشان خاطر يثبت للناس ان الفرقه، لا يا جماعه، فرقه ريال مدريد حاليا دلوقتي في ظل كل الازمات اللي الكوكب كله فيها، علشان خاطر ثلاث ارباع الانديه ما عندهاش دكه زي اللعيبه الاساسيه. لا، ريال مدريد عندهم لعيبه اساسيه ودكه، الاثنين في مستوى واحد، والاثنين بسم الله ما شاء الله الدنيا بالنسبه لهم ظابطه، والمكسب بيجيب مكسب مع اي حد فيهم سواء اساسي او احتياطي او حتى جاريس بيل وخامس، او الدنيا بالنسبه لهم عامله ازاي. يعني زين الدين زيدان من المدربين اللي بصراحه ربنا ممكن تحييهم وتسقف لهم على اي حاجه، ان الراجل بيحط مصلحه الفريق اهم من خلافات الشخصيه، اهم من قناعاتي بالنسبه للعيبه. بس في ناس محتاجه ان هي تاخد راحه، زي ايدن هازارد محتاج ان هو ياخد راحه، فما عنديش اي مانع ان انا ممكن العب خامس، وما عنديش مانع ان انا العب جاريس بيل، برغم ان انا نفسي ان هم اصحى من النوم ان انا الاقيهم مشوا. بس الراجل اهم حاجه بالنسبه له ان هو الفرقه تكسب، والفرقه كل واحد ياخد الراحه، وكل واحد يرجع الثقه المفقوده بالنسبه له. بصراحه ربنا زين الدين زيدان يستاهل ان هو ياخد الدوري اكتر من اي حد في الكوكب ده، لان زين الدين زيدان بيثبت لنا ان الموضوع موضوع اوضه ملابس، وموضوع موضوع روح، وموضوع موضوع ان الفرقه كلها راجل واحد، ومش مهم مين في الملعب ومش مهم مين بره. والكلام ده بالنسبه لبرشلونه كلام حرام، وكلام كلام فيه هتحس بنفسيات تعبانه، ونفسيات اللي هو احنا عندنا اوضه اللبس مولعه، والفرقه مش طايقه بعض، وكيكي بيتخانق مع اللعيبه، وسواريز لما بيتغير بيطلع يشتم. فبتحس ان يا جماعه الخير، ريال مدريد بيقدم لنا مثال ان هو بيحرق دمنا كجمهور برشلونه، والله اللي هو بيقول لنا انا كل حاجه وعكسها، انتوا عندكم مفيش نظام، وما عندكمش هويه، وعندكم مدرب فيستك، ولاعيبه عندها مشاكل معاه، وعندكم اوضه لبس ضايعه. لا، ريال مدريد عنده كل حاجه مثاليه، عنده مدرب ممتاز جدا زي زيدان، اللعيبه كلها بتحترمه، اللعيبه كلها بتحبه، عنده غرف ملابس مفيش حد بيعترض على ان هو هتريح انت النهارده علشان خاطر اللياقه بتاعتك مش واو، فمستعد انت تقعد دكه عادي، الحياه حلوه. فالفيردي في الملعب، فالفيردي بره الملعب، هينزل سانسي وهنحاول ان احنا نرجعه للفورمه، كريم بنزيما كده كده الحكومه مكمل مع غصب عن اي حد، فينيسيوس بينزل يعمل اللي هو عايزه، رودريجو برده بينزل يعمل اللي هو عايزه. يعني بس مواهب كتير، والدنيا بالنسبه لهم عظمه، مستنيهم ان هم يتزحلقوا قدام ختافي مركز سادس. مش عايز اقول لك يعني ان ختافي من ساعه ما رجع من الازمه وهو ما كسبش ولا ماتش، يعني بدا بتعادل، وبعد كده بسم الله كل ماتشات تعادل، وحتى لما غير التعادلات بقى بيتغلب. فانت منتظر انه يكسب ريال مدريد؟ يا ابني ايه النظام؟ والله انا مش مستني منك حاجه والله. ممكن ما تتفرجش على ماتشات ريال مدريد وتحس ان هي فيها متعه، وتحس ان ريال مدريد مثالي بال 4 3 3 وال 4 1 4 1 لازم الديز ده بيبدل ما بينهم، بس هتلاقي ان ريال مدريد بيعرف يكسب، وده الفرق ما بينه وما بين اي حد في الوقت الحالي، ان الفرقه كبيره حتى وهي سيئه، والفرقه اللي قدامها تعبانه جدا، بس ريال مدريد مش عارف يخلق فرص، علشان خاطر برضه ريال مدريد بيعاني من مشاكل كتيره كانت موجوده، بس المشاكل دي ما اختفتش في يوم وليله، مشاكل لسه زي ما هي، الازمات الدفاعيه لسه زي ما هي، راموس بيحب يهاجم ويدافع في الوقت اللي هو عايزه زي ما هو، لسه برضه الازمات بالنسبه لمين بديل فاران. لما فاران يصاب هتلاقي ان مفيش بديل على قدر فاران، وهتلاقي ان حتى ميليتاو على قده، لسه هتلاقي نص ملعب ريال مدريد بيعاني من البطء شويه، سواء اذا كان موجود فيه توني كروس او موجود فيه لوكا مودريتش، لسه هتلاقي كل ده موجود في ريال مدريد. ما تحسش ان المنظومه هتبقى مثاليه في يوم وليله، لا، هم دلوقتي ريال مدريد حصلت شويه ظروف، بعد كده ريال مدريد لما ده رجع اكتشفت ان ريال مدريد هو اكتر فريق في العالم استفادت من الظروف دي كلها، فدي حاجه شابو ليهم، ودي حاجه ممتازه جدا بالنسبه لزين الدين زيدان، ومش محتاجين نهري فيها كتير، لان ريال مدريد الموضوع مختلف تماما. هتقول لي ضرب الجزاء وكسبوا بالتحكيم، اقول لك عايز ايه؟ كمل انت موسم التحكيم ده لوحدك، والله كمل انت وبالقناعات اللي انت مقتنع بيها دي لوحدك يا صديقي. انت مقتنع ان التحكيم هو اللي بيكسب ريال مدريد؟ ازاي؟ حتى لو ضربه جزاء ممكن راموس يضيعها، بس راموس ما بيضيعهاش، يعني ليه بقى؟ كل حاجه مساعد ريال مدريد، الكره حابه ان ريال مدريد يتوج علشان خاطر ريال مدريد بيحاول يحافظ على هويته اللي هي الكره الجميله، واللي هي المنظومه الجماعيه اللي زيدان بيحب يعملها. زيدان لحد دلوقتي مستعد يلعب على الاطراف طول الماتش، حتى وهو عنده مهاجم زي كريم بنزيما ما بيعرفش يلعب الكره كرات الهويه، بس هي هويه الفريق. موجود كريم بنزيما دلوقتي، هنغير كريم بنزيما ونجيب واحد مظبوط على هويه الفريق، بس اهم حاجه الفريق ايه؟ عنده هويه، الفريق عنده هويه، حتى لو غيرت في الاشخاص وفضلت اللي على الدكه يجي، وحتى لو على الدكه مستوى بمستوى اللعيب اللي جوه الملعب،
بس لا، في انضباط تكتيكي بكل حاجه بتحصل. زين الدين زيدان عايزك يا جماعه، ريال مدريد في حته تانيه خالص، بعيد عن المنافسين في اسبانيا. هنشتغل نفسنا. انا عارف ان الكلام بيوجع بالنسبه لك كمشجع برشلونه، بس انا بالنسبه لي الكلام وجعني، لان انا برضه في الاول وفي الاخر بشجع برشلونه. بس ده مش معناه ان انا اخد من حق ريال مدريد اللي هو بيقدمه دلوقتي جوه الملعب، واللي بيقدمه كمان بره الملعب. اللي بيقدمه ريال جوه وبره الملعب يستاهل ان هو يتم الاحترام ليه والتسقيف ليه، علشان خاطر ده خصم لازم تحترمه، حتى لو انت عندك مشاكل كتيره قوي معاه. وحتى لو انت عندك مشاكل كتيره قوي مع صاحب الفيديو، مش هتخسر حاجه لو عملت له لايك، ولا عيب ولا حرام. والعيب والحرام عليك انك مستني ان ختاف يعمل حاجه مع ريال مدريد. انت بتهرج يا صديقي والله. في ايه؟